أنا اللي بده يجي على العراق بالأربعينية لازم يحسب حساب إنه ما يجيب معه شيء. شباب بنصح كل أحد يجي بشهر محرم على العراق. ليش؟ قصدي إنه لا أحد يجي ويجيب معه مصاري، لأنه كل شيء بشهر محرم هون بالعراق بتلاقي كل شيء ببلاش. بنصحك نصيحة، لا تدخل أي بلد ما عندك فلوس في جيبك، أي ريال ما عندك ولو دينار ما عندك، لازم يكون عندك فلوس تكفيك حق السفر حقك. لكن والله روح للعراق ما عندك ولا ريال تقدر تعيش معززا مكرما مكرم العراقيين، وأنا أشهد وبالتحديد النجف وكربلاء تقدر تعيش تأكل تشرب في خيرهم. يعني اللي بده يجي على العراق بالأربعينية لازم يحسب حساب إنه ما يجيب معه شيء. يعني الأكل مجانا والشرب مجانا، حتى تياب مستعدين يعطوك، حتى المبيت بيتهافتوا عليك مين بده يسبق التاني لحتى ياخدك تنام عنده. أنا أول سنة بيجي على الأربعين، وبصراحة ما انصدمت من كرم أهل العراق ومن نخوتهم، وتحية لكل الناس بفتحين بيوتها مجانا. نصيحة لكل شخص يبي يزور